احنا بنتكلم على انظمه الري بالتنقيط او بالرش. بالنسبه حضرتك لتكلفه تجهيز مزرعه لزراعه المحاصيل الزراعيه خضار وفاكهه، الفلاح المصري ممكن يدفع كام لتجهيز الفدان الواحد بانظمه ري من عند حضراتكم؟ ما نقدرش نقول مبلغ ثابت زي ما انت تفضلت. المحاصيل الحقليه بتحتاج نوعية معينة من الخراطيم، النقاط بيكون موجود فيها، ممكن يكون بين النقاط والتاني حوالي 30 سنتي بين النبات والتاني كنبتة كزرعة طماطم أو بطاطس أو خيار أو أيا كان نوع المحصول الحقلي أو فاصوليا. بالنسبة للفاكهة بيكون خراطيم سادة وبنحط لها نقاطات مكان الشجرة، إن كانت عنب أو كانت برتقان مانجا موز. تقريبا شبكة الري للمحاصيل من أول بعد المضخات من غرفة فلاتر لخطوط مواسير بلاستيك 16 بار 10 بار 6 بار بوحدة فلترة بمحابس مركزية محابس فرعية وصلات خراطيم اللي اتكلمنا عليها بتكون تقريبا من 10,000 او 9,500 ل 16,000 جنيه للفداني الواحد. اللي بيفرق في الكلام ده بنقول المسافه بين المصاطب وبعضها، المسافه بين المصاطب وبعضها او نوع المنتج اللي احنا بنشتغل عليه.